بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أحبتي في الله. السلام عليكم. اليوم إن شاء الله سنتكلم على كيفية إزالة التفن من الرجل أو ما يسمى بمسمار الكيف بالدرجة المغربية. تأخذ عود من البخور على هذا الشكل، ثم تقوم بإشعال حتى تظهر الجمرة حمراء جيدة هكذا، ثم تقوم بكي الجلابات حتى تحس بالحرارة وتمسح تكوي، يعني هذه مراحل من الكي، تقوم بكيه كل يوم حتى يظهر التفن جيدا، ثم تحركها يمين شمال يمين شمال ثم تقوم بالكي. فهذه هي أسهل طريقة وأحسن من العملية الجراحية، فقد أزلنا بها أتفان لعدة أشخاص قمنا بعلاجهم فلم تقم هذه الأتفان بالرجوع، فهو لن يعالج في الحصة الأولى، ولكن يحتاج إلى حصص، ثم تحركه يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال وتقوم بالغي حلق الجلد الجانبي هكذا، ثم تحرك يمين شمال، تقوم بتدوير هكذا ثم هكذا، ثم تكوي يمين شمال، تحس بالحرارة، ثم تقوم بتدويره جيدا هكذا هكذا. قد أقمنا بإزالة المسمار بنجاح، وقد بقي، لماذا يسمى بالمسمار؟ لأنه طويل، بقي منه القليل كما تشاهدون رأس هذا الرأس، عندما نقوم بكيه هكذا مباشرة فوقه سيقوم بالطلوع، يطلع حتى يكون مثل هذا، وتقوم بدهن المكان بزيت الثوم أو بالقطران كما تشاهدون، قد بقي في شيء بالقطران أو بزيت الثوم حتى ينتهي المسمار في الرجل، ثم تسد الحفرة بالقطران لكي يموت كي تموت الجذور جذور المسمار بشكل نهائي، فلن تراه أبدا كما تشاهدون، فهو مثل المسمار، يسمى بالمسمار لأنه مثل المسمار. فهذه عملية بسيطة لإزالة تفن أو مسمار الكيف بدون عملية جراحية، وهذا كل شيء، والسلام عليكم.